يا صباح الفل فل فل، شمر ايدك دوق سمي وكل كل كل، ممبر ومحشي وفته بخل خل خل، ما انا قشطه حبش ويلا هم هم دوق، انسى الريجيم ده وقول له طز طز طز، وكل حمام ورومي ووز ووز ووز، اكلاتنا كتيره وزي الرز رز رز، ما انا قشطه حبش ويلا هم وبركاته. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، شرفتوني وانستوني، ياه وحشتوني قوي. الزلط عنصر من عناصر البناء والتسليح. هتقولوا لي ايه علاقه الزلطايه بوجبتنا النهارده؟ هقول لكم مفيش علاقه خالص، لكن الزلطايه ليها علاقه بدماغ النجم اللي معايا النهارده. النجم اللي معايا النهارده نجم موهوب براق، نجم تضحك اول ما تشوفه، موهوب جدا جدا، حضوره طاغي جدا جدا جدا، لازم تضحك اول ما تشوفه او ساعه ما تيجي تقدمه زي ما حصل لي دلوقتي. النجم اللي معانا النهارده النجم الفنان الشاب المنير حجاج عبد العظيم. زلط ايه واسمنت ايه؟ منور يا حجاج. حجاج وايه انت مخليك في حجاج؟ ايه الزلط وايه الاسفلت وياه على اهل وسهلا ياه والسلام ورحمه الله وبركاته. وانت ايه قاعده كده في الجنينه؟ انا في التكعيبه بتسلى كده. انا حسيت انك انت هتسايب عليا كلب من البوابه ديت وقاعده في الجنينه وبتاكل الشاي قطع بطيخ وحاجات كده. منورنا ويعني منورنا. انا اللي منورك برضه؟ لا والله. طيب اتفضل يا حجو نام. انام؟ احنا اللي بيجي عندنا بينام ويستغرق تمام، كل النجوم بيجوا يناموا على كرسي. الله، دي ورقه شجر. ايوه مش كده؟ ايوه يعني انا دلوقتي نايم على الشجر. ايوه قرد. ما شاء الله عليك. قرد. ما شاء الله، دايما اقول ان حجاج اذكى اخواته ما شاء الله، يعني عرفت ان دي ورقه شجر لوحدك. امال ايه؟ من غير حد يقول لك. ما شاء الله ما شاء الله. هسالك شويه اسئله نعرف من خلالها انت قرينك مين من الخضار او الفاكهه. قرين؟
قرين. هو كل انسان برضه له قرين من الخضار او الفاكهه. طيب لو اتنشرت عليك اشاعه لا ده ما بيتاكلش، ما تحطش ايدك على حاجه. لو اتنشرت في احدى الصحف اشاعه مضايقتك يا حجاج قوي هتعمل ايه؟ الاجابه بقى اهو، هتتجاهلها تماما، هتنشر تكذيب في نفس الجورنال، هتحاول تثبت ان دي اشاعه وملهاش اساس من الصحه، هترفع قضيه على الجورنال. لا هحاول بشكل او باخر ان انا انفي الاشاعه ديت، لانها انا هزعل واتضايق طبعا لان ده ادعاء. أيوة. وظلم اشاعه واشاعه. فهحاول باي شكل من الاشكال ان انا اروح واقابل الصحفي او المحرر واقعد مع رئيس التحرير واعمل مواجهه بينه وبينه واخلي رئيس الجريده هو اللي يدافع عني. احنا عايزين نعرف رايك في الجواز بقى بالنسبه للفنان. هو بدايه انطلاق ونجاح ولا تقييد للفنان ولا بيزود مسؤوليات الفنان ولا الجواز غير مؤثر خالص في علاقته بالفنان؟ لا هو الفنان دي حاجه يعني، هو الفنان احنا دايما نقول اهم حاجه عند الفن واهم حاجه عند المتفرج والجمهور والحاجه اللي ربنا زرعها جوايا اللي هي الموهبه، وانما في حاجات افضل يعني اهم اللي هي سنه الحياه. سنه الحياه ان الواحد لازم المفروض يتجوز علشان يبقى عنده اولاد بيحملوا اسمه، وعلشان يحس يصرف كمان مصاريف المدارس عليهم يعني، ويحس ان هو بالقهر وهو بيدفع الفلوس. بيشتري كشاكيل وحاجات كده. أيوة. وجزم في العيد وفي المدارس وشنط تتقطع ويجيب غيرها تاني. انت هتخنقيني من عيالي ليه من اولها كده؟ يعني انا ما صدقت نسيت المصاريف اللي دفعتها. انا بقول لك عشان فرايك في الجواز. حلو 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 جواز. الجواز حلو يعني انطلاق ونجاح. انطلاق ونجاح واثبات وجود واستمراريه في الحياه. هل انت مهتم بمتابعه ابناء جيلك من الفنانين؟ ايوه طبعا. لا مش قوي، لما اكون فاضي بس لمجرد حب الاستطلاع. لا هو لمجرد حب الاستطلاع. طيب افرض انت بعد الشر عليك، قلنا يعني الف بعد الشر يا رب عمرك ما تتضايق ابدا. افرض انك متضايق وعندك يعني شحنه جامده جدا، تعمل ايه عشان تخرجها؟ تلعب رياضه؟ تزعق بصوت عالي؟ تقعد في حته لوحدك تعيط؟ ولا تشتغل بمجهود اكتر عشان تنسى الهم اللي انت فيه؟ لا اشتغل بمجهود اكتر. لو الحظ ضرب معاك ولقيت مصباح علاء الدين، تختار ايه؟ مليون دولار؟ دكتوراه في مجال تخصصك؟ سيناريو فكرته حلوه؟ ولا تلف حوالين العالم كله؟ افضل افرك في مصباح علاء الدين لغايه ما العفريت يجي له تسلخ. طب هتطلب منه ايه؟ قلت اعمل انت المصباح، انت اعمل ايه؟ هتطلب منه مليون دولار ولا دكتوراه في مجال تخصصك ولا سيناريو فكرته حلوه ولا تلف حوالين العالم انت والولاد والمدام؟ الف حوالين العالم. طب ما تاخد مليون دولار. لا تلف 100 الف ما انا هصرفهم في اللفه دي. ما ايوه طيب. طيب ما انا الف احسن. طب ما انت تاخد 100 ما تلف على حسابك وبالباقي معلش. هو العفريت يعمل ايه؟ ما هو اللي يلففنا بقى يعني، هنعمل ايه؟ والله انت حر. انا بالنسبه لي انا عايزه مليون دولار. لا انا عايزه مرمط علاء الدين شويه. يعني هو اللي هيسوق. طب لو امتلكت ساعة الزمن وعايز ترجع فترة زمنية، ترجع فترة الطفولة ولا الثانوية العامة عشان تحسن مجموعك، ولا ترجع تصور فيلم انت عملته كنت فرحان بوجودك فيه جدا، ولا خليك زي ما انت مش عايز يعني ترجع بقى؟ لا انا واقعي، خليني زي ما انا اكافح وربنا كاتب لي بكرة شكله ايه. انا راضي بكل اللي يكتبه لي يا ربنا. يا حبيبي ربنا يكرمك يا رب. طب احنا دلوقتي الاسئلة خلصت. ايه معقولة؟ خصايا؟ لا والله والله العظيم ده شبهي. خصايا يعني فيها برضو دماغ بس هنا مش عارف. طب ايه فوائد الخص ده؟ بينمي الذكاء. ده انت محتاج منه اطنان يا حجاج. انا عايز اكل غيط خص. عايز غيط خص صح. وبيعمل ليونه. ايوه حلوه قوي. ايوه الزيت الخاص بتاعه فعلا ملايين. بيطلع الشعر كمان. بيطلع الشعر. زيت الخص بيطلع الشعر فعلا. بتعرف تطبخ كويس قوي ولا نص نص؟ لا يعني الاكلات اللي بحبها بحب اطبخ. وانت طبعا بما ان انت يعني ما شاء الله ذكائك خارق في الحياه، ففي المطبخ هتبقى رهيب جدا. انا بطبق جدا بطبق الحلل في الوضع. بتطبق الحلل. طب احنا عايزين نقوم نتحف الساده المشاهدين. ايوه بوجبه جميله جدا من انتاج حجاج عبد العظيم. وبعد ما عرفنا
ان النجم الفنان الكوميدي حجاج عبد العظيم طلع خصايا كابوتشي دلوقتي هيتحفنا بقى ويفرحنا ويعني ويسلك صدورنا ويعمل لنا اكله ما حصلتش ولا هتحصل طبعا بعد الخصايا الكابوتشي دي. أيوة. او ايه كابوتشي المدور المكعبر ده اللي عامل زي الزلطه ده يا كابوتشي يعني انا خصايا كابوتشي هتعمل لنا اكله اسمها ايه؟ ملوخيه كابوتشي. ملوخيه كابوتشي؟ يعني ملوخيه بالفراخ. بالفراخ؟ اه مش بالخص؟ لا خص مين؟ خص طب ده وده ده افتكاسه يعني ملوخيه بالفراخ دي حاجه ما حصلتش قبل كده؟ اه طبعا مش اي حد محدش يشوفها لان اللي انا هعمله دلوقتي مش هيتعمل؟ لا ما يعني مش اي حد يعمله. ما طبعا لان انت حجاج عبد العظيم واحد في العالم. طبعا فطبعا نشوف ندوس ونشوف بقى دلوقتي مكونات عباره عن ايه؟ مكونات فراخ من عند فرارجي يكون ابن حلال ابن حلال كده وما بيسرقش في الميزان خالص لان انا فائس الناس دي كلها فائس ايوه طب يلا احسن قربنا الكاكي مش والله كده؟ والله العظيم قربنا الكاكي من الوقت اللي احنا واقفينها دي ابو انا راقد من الصبح هنا في البحر فاستك يا لئيم فاستك ايه العشه اللي احنا واقفين فيها بص يا حبيبتي دلوقتي احنا سلقنا الفراخ ايوه وخدنا الريش بتاعها رميناه لا عملناه والفراخ بتاعتنا لازم تكون يعني اساسا لابسه كوتش عشان ما تبقاش حافيه متربيه فراخ متربيه متربيه كده يعني بدري الصبح وتبص من العشه بشكل محترم ايوه وبتعكس الديك اللي في العشه اللي جنبها وحاجات كده ونروح ناخد منها البيضه وهي ساكته ما تتكلمش ما تقولش ايه ده لا ده ساكته اتفضل وبعدين ما تكونش فرخه مكسوره الجناح لازم تكون ليها يعني هي شوكتها قويه ايوه اللي هي مفتريه على جوزها يعني المكاكيه بتاعتها تبقى ليها وزن كده وزن كده بس فاحنا بننتف فرخه ونرميه بتتذبح بتتذبح لازم كنت بفتكر نسلقها وهي صح لا يا ماما انت هتعذبيها او خضيها او احرق تروح ساكته وتروح على طول عندها المهم ما تكونش يعني فرخه تكون كويسه وتتذبح أيوة. الفرارجي ينظفها في مكنه الفراخ التنظيف اللي انا بروح احلق فيها دي دماغك جوه المكنه انا بحلق في المكنه على طول بعد الحلقه انا فيها المفروض احلق انا كمان بالظبط وانت كمان بعد كده تحلقي في مكنه الفراخ وانت معديه من جنب البيت عندنا هوصف لك الراجل ده وهيفتح لك يوم الاثنين مخصوص خلاص ماشي هنسلق الفرخه سلقنا الفرخه ونمسك حاجه كده نحط السكينه عليها نشوفها انها استوت لا نشوف هتقول اي ولا لا او كده لا مش هتقول اي كعك واخد بالك ونروح مصفيينها حاطينها في حته لوحدها عشان ايه ننبذها على جنب ننبذها على جنب لانها خلاص ما عادش ليها لازمه خالص احنا عايزين شربتها لا لازم برضه هناكلها برضه وما تكونش جنب الشباك اللي بيطل على المنور ليه؟ عشان القطط والحاجات دي وبتاع ممكن تتسحب في اي لحظه طبعا مش حاسه بنفسها طيب مش دريانه مش دريانه خالص ماشي والشوربه اهي بنروح احنا طبعا جايبين الملوخيه دي الفرخه بعد ما دي بعد ما اتسحلت مش بعد ما اتسحلت بعد اتسحلت ونرجع للناس دي الفرخه الفرخه هي يا جماعه بعد السحل بعد السحل والذي منه وطبعا دي كان ليها ريش دي كانت فرخه والله والله كانت فرخه وبعدين لابسه فورير رمينا الفورير احنا بقى بتحضر حفلات جامدة جدا وياما اتفرجت على ديوك وياما ديوك بصولها وياما اللي على النار بيتحرق لا لسه ما اتفرجتش طيب ودي الملوخيه كانت قطفناها كانت قطايف قطايف احنا ورق 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 ومسكناها حطيناها وعلى كده حاجات وجبنا مخرطه الملوخيه ودرجن درجن وشغلنا اغنيه معاها مع المخرطه لا يبقى شغال اغنيه مع المخرطه مش لسه طب يلا بسرعه عشان عايزين نشغل اغنيه المهم بناخد البتاع الملوخيه ايوه وبنروح عاملين كده اهو وبنجيب الملوخيه ننزلها في الشوربه بتاعه الفراخ اهو كده اهو كده بنقلب الملوخيه مع على ما نقلب حد يغسل ده كده مين بيغسل مواعين بقى بنت الفرخه بنت الفرخ كده اهو وبنروح مغطيين كده اهو علشان نخليها تغلي تغلي ايه تغلي. هتسقط لو غليت لا 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 لازم تغلي ده لازم الملوخيه بالذات لازم
تكون شايل البتاع دون وتلاش تغلي لان هتروح رقده. لا يا ماما رقده ايه؟ والله الفرخه اللي هترقد. الملوخيه هترقد في الحل ما تغليش. لا, لا 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 يا ابني ما بتلغيش. اسمعيني بس اللي بقول لك عليه. اسمع خلينا بنعمل نقطه زيت هنا اهو في الطاسه بتاعتنا كده اهو. نقطه ده في كيلو زيت اهو. كده كده اهو. وبعدين بنحط معلقه ثوم. خد اهي اهو كده اهو شويه ثوم كده اهو اهو. دي الشهقه بتاعت الطشه. لسه الشهقه. مش مخضوضه ولا حاجه. كده اهو. بجيب شويه كزبره. ايوه. ناشفه. قبل ما من عند عطار طيب. ايوه. برضو اهو كده. وبنعمل كده اهو. بس ما نطرطش على هدومنا اللي احنا لابسينها. لا اهو كده اهو. دي واحده. ايوه. كده نعمل. والشهقه بقى مع مهم. لسه الشهقه. اهو. الله شم الريحه. بس عبقرية. هي حلوه لحد دلوقتي. ابعتي حد اي حد يجيب لنا رغيفين ونقعد ناكل انا وانت هنا. طب والله تصدق؟ تصدقي؟ طش ممكن كده اهو كده 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 اهو. انت عامل التوم بحلو ولا ايه؟ لا 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 ده راسين مكعبر كده. راسين راسين في بلكونه الجيران اللي جنبنا. اتحرق كده اهو لسه احنا مش فاهم حاجه. بنعمل كده اهو ونروح حاطين الطشه كده. تعملي كده ومش عارف كانوا بيقولوا ايه ساعتها مش فاكر انا. هم كانوا بيقولوا كده اهو. نروح عاملين كده اهو. طب ليه واحنا بنعمل الملوخيه نعمل واحنا بنعمل ماما بيقول يا ماما. كده. لا انا كنت بفتكر سامعهم برضو بيقولوا كلام مش عارف كده مش عارف بيقولوا ايه ساعتها. نسال فيها دي. نسال فيها. وبعدين بيعملوا كده اهو بيقلبوها تاني كده ويطفوا بقى البوتاجاز بقى ويطفوا. ده زمان هستوت اتدمرت سوا كده اهو. يبقى في النتيجه ايه بقى في النهايه؟ عارفه شباك المنور اللي انا قلت لك عليه؟ ندلقها منه بالظبط. لازم تكون مفتوحه. طب استنى بقى عاملين كده اهو عليها بالظبط كده. الفرخه حرام. اللهم صل على النبي كده اهو. عندك بلوفر شتوي؟ ليه؟ ارميه فيها. يبقى ملوخيه بالبلوفر بالشرز. طيب استنى اهو كده بقى ممكن تاكلي بقى بعد شويه. لا احنا عايزين ايه النتائج المبهره. يا ده بس بس كده النتائج المبهره بقى. وري وري الجمهور بقى النتائج. قال يعني قال يعني احنا يعني يعني احنا ما هو الشيف هو اللي عامل ده كله ومظبطه انما ده ملوش طعم. سادتي أرستي سادتي هذا هو. طبقا لاخر احصائيات عملناها ان دي ملوخيه بالفراخ. طيب حجاج المفيد بقى. بتحب تسمع مزيكا؟ جدا. بتحب تسمع مين؟ على ما طبعا اي مزيكا. ايه في حاجه ولا لا؟ انا حاسه ان في بقى بتغلي. ايوه الشهقه. الشهقه اللي بتعمل ده كله. كده ماخده سقعانه. ما تفضليش تقولي بتتعبي كده قدام الناس. خالص صغيره جميله. جدا. والحاجات اللي هنا والبتاع مش ممكن. انا عامل ايه في نفسي؟ مش ممكن. ورموش وبتاع ده ترتر اهو. ترتر خارج طبعا النجا. احنا دلوقتي خلاص خلصنا الملوخيه وسقطناها في الحله طبعا. والنتيجه اللي احنا شايفينها قدامنا دي هي الملوخيه بالفراخ من وجهه نظر. بس على فكره انا عامل حاجه العظيم. احسن من كده طبعا. لا طبعا 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 طبعا. واهو عايزه تدوقي. دوقي. لا ادوق وانا عبيطه. دول عندي اطفال صغيرين عايزه اربيهم لسه. طبعا الشيف هو اللي قايل لي اعمل ايه بس طبعا. حاجات فعلا انا عايزه اقول لك انت فنان عظيم. انت جميله. بس ما تاخدش المطبخ تاني. لا ولا اعتبه انا ليه. انا مالي. انا ليه مالي. انا اقعد اكل على طول. تيجي نروح نهضم بقى اللقمه. نهضم هنعمل ايه؟ تعالى بقى معايا. طب ما نضرب حاجه ساعه. كلنا شفنا الطبخه الجميله قوي اللي حجاج عملها اللي بنصحكم كلكم تاكلوها على طول. دلوقتي عايزين نختبر حجاج ونشوفه علاقته ايه بالرياض. ايه ده حجاج؟ دي انت بتعمل ايه يا نشوه؟ استنى كده. بتعمل ايه انت؟ بظبط المرايه. مرايه عشان الحوادث في السكه. مرايه. انت عارف دي آلة رياضيه يعني آلة الرياضه. رياضه مين دي؟ قالت رياضه دي. مش انت فاكر دي ايه؟ انت هتفهمين انا في الرياضه. امال ايه ليك علاقه بيها؟ طبعا انا رياضي قديم يا ماما. طب ايه نوع الرياضه اللي كنت بتمارسها؟ بنفخ كور. عارف الكور اللي حواليك دي كلها؟ دي نوع رياضه اسمه رياضه نفخ الكور. وانت بتلعبي كده مع زمايلك. ايوه. في كوره. ايوه. اي حد يروح مدي لي الكوره ورميها له تاني. والله عشان بتصور يعني. ما شاء الله خدت بطولات في نفخ الكور ولا؟ ما شاء الله كلهم فسوا. دي كانت نهايه علاقتك بالرياضه. دي بالرياضه اللي عملتها. امال ايه عمرك بصوت فيسبوك او موتوسيكل او حاجه او موتوسيكل؟
لعبتك طبعا. دي انت عارفه انا قصص القصه دي عشان ابصك. عشان لما تمشي في الهواء الشعر يطير. اللي بيتعب اللي ورايا. كل الهواء بيتعب. مفيش مصدات. انا مره عديت من اللجنه قالوا فين الخوذه؟ قلت لهم ما هي الخوذه. طب احنا عايزين نتاكد انت بتعرف تسوق موتوسيكلات ولا لا؟ يعني اتاكد ازاي؟ نزلي الموتوسيكل على الحيطه ده في الصوره نركبه. هنزل ده؟ ده ممكن موتوسيكل كويس. رجع الموتوسيكل اللي انت مأجره ده؟ ايوه طبعا. بجد بجد يا حجاج انا انبسطت جدا بوجودك. حبيبتي ربنا. لكن ما انبسطتش بالمره بالاكله اللي انت عملتها. لا سيبك من الاكل، هو الاكل اللي بينا برضه، هو الاكل. الاكل بيروح ويجي. الاكل بيروح ويجي. وبيحمض وترمي. وبيحمض وترمي كده يعني. انت انبسطت معانا؟ انا اتبسطت جدا جدا جدا. بس طبعا اللي ما عجبنيش عنقود العنب اللي عندك في الجيب. والكابوتشيهايه. والكابوتشيهايه اللي وقعت دي. بس انبسطت في المجمل يعني. انت انسانه جميله. انا عارفه. كوميديانه هايله. متشكره. انا بحبك على المستوى الانساني والشخصي، وانت اختي. الله يخليك يا اخويا، ربنا يكرمك. وانت اضفتي ليا في البرنامج، وبشكر طبعا كل العاملين اللي موجودين في الاي ار تي وكل المشرفين على هذا البرنامج. وانا بشكر كل الجمهور اللي استحمل طبخه طبعا اللي اتعملت. وبشكر حجاج جدا جدا انه فعلا نورنا، وكانت حلقه دمها زي السكر وحلقه حميميه جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا تعالوا حلوا عند البقلاوة.